بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد جعفر الغالبي. بعد أن لاحظت أن الكثيرين يعانون من اختفاء زر تغيير الدولة في نانو بريدج أم 5 بعد اختيار دولة يونايتد ستيت، ولا يمكن إظهار إلا بترسيت النانو والطرق الموجودة في اليوتيوب لحل هذه المشكلة صعبة بعض الشيء إذ لم يحددوا مكان المشكلة أصلا. اليوم سوف أقدم لكم طريقة سهلة لإظهار زر التغيير، العملية بسيطة جدا. بعد الدخول إلى نانو بريدج نختار وايرلس، نذهب إلى وايرلس، نضغط كليك أيمن في أي مكان فارغ من الدولة. كما تلاحظون يونايتد ستيت، أنا مختار يونايتد ستيت، زر التغيير غير موجود. نضغط كليك أيمن ونذهب إلى انسبكت إليمنت أو فحص العنصر. ستظهر لنا مجموعة أكواد خاصة ببرمجة الصفحة كما تلاحظون. انظروا، كل كود من هذه الأكواد هو مختص بعبارة معينة. انظروا، هذا الكود هو مختص ب كما تظللت الدولة أو اختيار زر اختيار الدولة. نضغط عليه كليك أيمن ونذهب إلى Edit. Edit تظهر هذا الكود هو الخاص بهذه العبارة، هي عبارة مبرمجة بلغة الـ CSQL أو SQL. أين هذا الزر؟ الزر إديت. نذهب إلى آخر الصفحة، سوف نجد زر بعد الديسبلاي. تجدون ناون، هذه الناون نحددها، هذا الزر نحدده ونلغيه. بعد ذلك نذهب نضغط هنا، كما تلاحظون ظهر زر التشينج. هذا هو الزر. انظروا، الآن يمكننا تغيير الدولة. نذهب مثلا يونايتد كينجدوم ونضغط اكسبت، عفوا، نعم، لاحظوا تم تغيير الدولة واختيار. شكرا لكم، وأتمنى أن ينال إعجابكم.